السلام عليكم. المحاضرة الماضية أو الفيديو السابق شرحنا عن ليفلينج، وشرحنا كيف إحنا نطلع الارتفاع لأي نقطة، وشرحنا أفكار كثير. إذا حكى لي القراءات اللي عندي فور سايت أو انترميديت سايت أو باك سايت أو تيرنينج بوينت وهكذا، شرحنا كيف نعمل هذا الجدول وكيف نتأكد إذا حلنا صح. هسه هو حكينا إذا حلنا صح، لكن مش القراءات صح، هاي القراءات ممكن تكون خطأ، تمام؟ وشرحنا كثير يعني مصطلحات وكل شيء ممكن تحتاجه في هذا التشابتر. هسه احنا اول شيء حكينا عن الماثيماتيكال تشيك، هو مجموع الباك سايت اللي هو هاي ناقص مجموع الفور سايت اللي هي هاي، بحكي لي لازم يساوي هاي ناقص هاي. فعلا لما حلينا طلع نفسه، تمام. هذا كان اسمه الماثيماتيكال، انه التشيك الرياضي يعني اسمه ماثيماتيكال. احنا بدنا نعمل تشيك القراءات هل هي صح ولا لا. ايش الحل؟ القراءات هاي اللي هي 1.66 وكذا، هل هي صحيحه ولا لا؟ كيف؟ اللي في عندي الاول شيء الفيل تشيك. الفيل تشيك هو انه انا انزل على الموقع كيف اتاكد. اللي في عندي انواع للتشيك، اول نوع اني اجي انا اعمل بدي امثل اني موضع الميزان بدائره زي هيك، مش دائره، دائره هيك، تمام. هسه ببساطة بحكي لي وانا عندي نقطتين بنش مارك، نقطة معلوم البنش مارك لها هي هاي، نقطة معلوم البنش مارك لها اللي هي هاي. البنش مارك يعني نقطة معلوم ارتفاعها. اجي حكال عندي النقطة الاولى خاصة مثلا هي بتكون بالسؤال ارتفاعها مثلا 100، حكال النقطة الاخيرة ارتفاعها 99، تمام. شو بعمل؟ بروح باجي انا بمشي بكل بساطه، انا عادي باجي بحط الميزان مره هون بقيس نقاط، مره هون حسب انا شو احتجت. انا بقيس قراءه النقط 1 2 3 4 5 6 قراءتهم، تمام. بقيس قراءتهم ولتكن طلعت هاي معي 99.1. طبعا كيف قست القراءات فيها من اللي قبل اللي هي هاي؟ شو بعمل انا؟ يطلع معي فرق بين القيمتين، الفرق بينهم طب بسموه فجر ايرور. هاي الفكره، طلع معي الايرور. هسه بدي اشيك هذا الايرور عندي هل هو مقبول ولا لا. فانا اول طريقه عشان اعمل فلتر لازم يكون عندي تو بنش مارك، لازم دائما، لا مش شرط، اذا كان عندي تو بنش مارك يعني نقطتين معلوم ارتفاعهم الفعلي بالصحيح، بعمل طبق هذا المبدأ. أقول لك كيف تحل. الطريقة الثانية لو كان عندي بنش مارك واحدة، عندي طريقتين لو كان عندي بنش مارك واحدة، هي إنه أنا مثلا البنش مارك عندي بقيس ارتفاع النقاط وبرد برجع من نفس المسار. يعني أنا هون بس وصلت لهون قرأت الارتفاع هذا خلص، خلصت احتجت إني أرجع وأروح خلص. إذا كان عندي نقطة واحدة بدي أضطر أروح وأرجع، إذا رحت رجعت يعني أنا خلنا أمثل بالأحمر اللي هو المسار وأنا رايح، حطيت الميزان مرة هون ومرة هون ومرة هون، تمام. هسه وانا راجع طلع معي نقطة، وانا راجع بدي شو اعمل ارجع باللون الاخضر مثلا، حطيت الميزان هيك، تمام. انا قست بالنقاط، النقاط 1 2 3 4 5 6، ساي نقطة 6 تضل 6، انا ما بحكي عنها 7، لا هون 7 8، هون 9 مثلا، 10، ليش هاي ما خليتها 7؟ قصت هاي تيرنينج بوينت، تمام. هاي نقطة 6 تيرنينج بوينت، يعني هاي القراءة كانت فور سايت، القراءة المرة الثانية كانت باك سايت، بس يعني هاي الفكرة. شو بعمل؟ الفرق بين يعني هاي نقطة 7 كانت قراءتها مثلا 1.3، نقطة 5 كانت قراءتها 1.2، نفس الشيء راح يكون في فرق قراءات، وين في فرق قراءات، وين في فرق قراءات، فرق قراءات. هذا القراءات هاي هي كلوجر. انا بالتالي لو ما كان عندي بنش مارك واحده بدات اروح وارجع، هسه اذا رحت ورجعت من نفس المسار بسموه ريفرس ليفلينج، اذا رحت ورجعت بمسار مختلف في هيك بسموه ايش؟ كلوز ليفلينج. وان شاء الله راح احكي فكره مهمه عن هذا السؤال اخر الفيديو باذن الله، يعني فكره كثير كثير مهمه، سواء هاي او هاي ما هي نفسها، بس فكره انه مسار مختلف. هيك احنا حكينا انه فكره. في سؤال مهم،
شو نوع الايرور اللي هون؟ ببساطة نوع الايرور اللي هون راندوم ايرور، ما بعرف شو صار اللي صار عندي. صار عندي انه كانت قرأت 1.3 فجأة صارت 1.24 مثلا او 1.29، شو سبب فرق القراءة؟ راندوم ايرور، ما بعرف شو الايرور هذا اللي هون. بس نوع الخطأ الناتج من الفيلد تيك هو راندوم. تمام، هسه فهي الانواع اللي انا حكيتها. في فكرة كمان، لو ما كانت عندي انا ولا بنش مارك، يعني افرض انه هاي النقطة اللي بلشت منها مش بنش مارك، طيب هسه لما هاي مش بنش مارك بقدر احل؟ بقول لك افرضها اي رقم. طبعا انا وقفت الفيديو بعرفش وين وقف. بتفرضها اي رقم لو ما كانت بنش مارك وبتحل، وفرق الايرور بينهم هو الايرور، ومن خلاله بتقارن. بس يعني هاي هي الفكرة، انه من خلالها بتقارن. طيب هسه بدنا نيجي، يعني بس انه انت بتفرضها اي رقم من عندك. طيب هسه كيف تعمل الفيلتريك؟ الخطوات، اول شيء بتحسب الكلوجر ايرور. الكلوجر ايرور هو بيقول لك الاليفيشن البنش مارك لاخر نقطه انت قستها، لا المعطاه الاليفيشن البنش مارك ناقص الاليفيشن لللاست بوينت. يعني نرجع لهون، انت اول، هاي اول نقطه وهاي اخر نقطه، شو عملت انت؟ قديش البنش مارك قيمتك اياها؟ 99. انت كم قستها؟ 99.1. فبتحكي الفرق بينهم هو، الفرق بينهم هو اللي شو اسمه، هو الايرور. طب لو كان عندي البنش مارك هاي بس باخذها هي، او باخذ الاخيره وانا راجع. بس راح احكي انا تبعت الكلوز. تمام، الكلوجر ايرور في اللو بالكلوجر ايرور، يعني الخطا المسموح هو 3 اي كذب 2 ان. الاي اللي هي دقه القياس، بالعاده 1 سنتي. كيف يعني؟ يعني انت قست الاليفيشن طلع معك 99.4 بس بتحكي قديش القراءه؟ قديش الاي؟ الاي 10 سنتي. تمام، يعني كم؟ 0.1. بس وانت طلع معك القراءه 99.46، ايش اخر رقم؟ 1 سنتي. 1 سنتي يعني 0.01. فكانت القراءات معك 99 بس الدقة 1 متر، وهذا خطأ، ما فيش 99 أو 100. بدك تعرف يعني كانت 99.443 قراءة 1 مليمتر. هاي الـ A، هاي الـ A اللي هي دقة القياس، إنه آخر رقم إيش معك؟ يعني ملي، 1 سنتي، 10 سنتي، وهكذا. الآن number of position الليفل، يعني كم موضع للميزان اللي هي تيرنينج بوينت زائد 1، ركزنا عليها كثير بالفيديو الماضي. بتطبق القانون بيطلع معك، لاحظ انه بتقارن مع المطلق، يعني هنا سالب وموجب ما بهمني، سالب وموجب ما بهمني، المهم اقارن الرقم، اقارن الرقم. بعدين اذا الايرور اقل من المسموح، اكيد يعني انا مسموح لي اعمل ايرور مثلا 1 سنتي، انا طلع الخطا عندي نص سنتي، خلص نص سنتي اقل من 1 خلص مسموح. اما طلع معي الخطا 1.5 معناته الخطا عندي مرفوض. بحكي لي اذا الخطا اقل من المسموح معناته القراءات مقبوله، بتقدر تعدلها من القانون هذا. بس اذا القراءات مرفوضه انت مفروض تعيد شغلك من الاول. بس احنا هون بالماده ما راح نعيد شغلنا من الاول، لا بتفرضهم مقبولات وبتكمل. هسه القانون بيقول لك هون correction، يعني القيمة هاي الكوركشن فاكتور عبارة عن دي على دي ضرب كلوجر ايرور، قيمة التصحيح اللي بجمعها للإليفيشن اللي كان عندي بيطلع معي. الدي هي المسافة بين نقطة وأول بنش مارك، أول بنش مارك أعطاك إياها. دي كابيتال اللي هي المسافة بين تو بنش مارك، إن شاء الله مع الحل راح تعرف شو هم. تمام، نيجي للأمثلة، هذا نحكي عن هذا الخطأ المرة الجاي. عندي سؤال في example، بيقول لي the result of the leveling shown in the figure obtained using a benchmark of elevation 100 meter. First benchmark 100. The last point of leveling is a benchmark. يعني هذا open leveling، بلش نفس النقطة وانتهى نقطة ثانية. قال لي ال benchmark إلها 98.49. شو بقول لك؟ هل انت موافق على القراءات ولا لا؟ على فرض انك وافقت عليهم، هل هو هل كم القيم الصحيحه؟ كم القيم الصحيحه؟ شو بعمل؟ بطلع الجدول، معطيني البوزيشن الليفل. تمام،
مثل البوزيشن الليف معطوني الديستانس. هسه ممكن السؤال ما يجيش هيك بالامتحان، ممكن السؤال يجي سؤال مثل الفيديو السابق ونكمل عليه، يعني نكمل عليه ناخذ الاليفيشن كيف يعني. يعني نرجع لهذا السؤال، نرجع لهذا السؤال، اصلا كان هو نفس السؤال. هو هي شايف هو اكزامبل فورتر. شو بعمل؟ بعمل كالتالي، باخذ الاليفيشن، باخذ البوينت، باخذ الديستانس، بحط بكمل عليهم. كم موضع للميزان؟ كم تيرنينج بوينت عندك؟ 3 او تطلع هذول، معناته عندي 4 بوزيشن للميزان. هذا السؤال هو هذا تمام، تكملته الامتحان ممكن يجوا الاثنين تكملوا لبعض، وهي الديستانس وهي الارتفاعات. تقول لي هسه شو بنعمل؟ اول شغله بيطلع لي كلوجر ايرور. الكلوجر ايرور بكل بساطه هو قديش انا البنش مارك عندي 98.49. طيب انا كم القيمه الفعليه؟ هاي الخطا كم؟ 3 سنتي تمام. ايوه 3 سنتي، كيف انا ايش بحولها بالمتر؟ يعني قسمت 8 تمام. فدائما الكلوجر ايرور اخر بنش مارك ناقص القيمه اللي حسبتها تمام. الان 4 قلت لك في عندي 3 تيرنينج بوينت، فعندي مواضع 4، والاي بتلاحظ اخر قراءه هي 1 سنتي، فهي 1 سنتي تمام. فالالاوبل هو عباره عن 0.85، بتلاحظ الالاوبل اكبر من الخطا اللي عندي، يعني الخطا اللي عندي اقل من المسموح، معناته اموري تمام، القراءات مقبوله. فشو بعمل هسه؟ بدي اعمل تصحيح. بعمل تصحيح ايش بعمل؟ بطبق القانون هذا. طيب هذا القانون شو هو؟ ببساطة بعمل جدول، أو قبل ما أعمل جدول أنا إيش عندي البنش مارك؟ عندي البنش مارك الأولى هيها، وقديش البنش مارك الثانية؟ يعني هيها اللي هي النقطة الأخيرة تمام؟ هاي last point. قديش المسافة بينهم؟ 180 ناقص صفر. دي كابيتال هي 180، كم الدي سمول؟ بكل بساطة الدي سمول أنا بحسب هاي النقطة قديش المسافة بين هاي وآخر نقطة؟ 180. طيب بحسب لهاي النقطة قديش المسافة بينهم؟ 150. هاي كم؟ 120. هاي كم؟ 90. هاي 60. هاي 30، المسافة بين النقاط هاي، المسافة بين كل نقطة دقيقة بعتذر، المسافة بين دي تعريفها، نرجع للتعريف الدي، دي تعريفها المسافة بين أول بين النقطة أول بنش مارك، أول بنش مارك مش آخر بنش مارك، أول بنش مارك. فيلا هون عندي الإليفيشن وعندي هون الديستانس. يلا هاي الدي كابيتال، إيش الدي كابيتال؟ اللي هي 180، اللي هي آخر بنش مارك وأول بنش مارك، مش شرط 180، لا آخر بنش مارك وأول بنش مارك. قديش الدي؟ الدي 180. يلا طيب قديش الدي سمول؟ المسافة بين أول بنش مارك والنقطة اللي بحسب لها، قديش المسافة بين أول نقطة وأول نقطة؟ صفر. أول نقطة وثاني نقطة 30، 60، 90، 120، 150، 180. بطبق القانون بحكي سي بتساوي دي سمول اللي هي صفر، دي كابيتال اللي هي 180، ضرب الكلوجر ايرور. كم الكلوجر ايرور؟ رح نطلع معنا 0.03. خلينا نعمل زي هذا الجدول على اكسل، كونوا معنا وقت والفيديو رح يكون خطير. طيب طيب عنا بكل بساطة عندي هون البوينت، عندي هون الإليفيشن، عندي هون الديستانس، وعندي هون الدي، وعندي هون السي بتساوي دي ضرب دي ضرب سي اي والكوركتد. شو بعمل؟ نقطة 1 2 وهكذا، عنده 7 نقاط. الإليفيشن مش كثير ترى، بس آخر شيء بهمني. والديستانس هاي هي مثلا من أول نقطة مناش فيها. طيب هسه كل شيء انا بدي احطه هون راح يكون ايش؟ انا بدي احطه، يعني هذا بدي احطه بالاحمر لانه هاي الارقام انا بدي احطها. يلا دي الدي مسافه بين اول بنش مارك واخر بن واول بنش مارك والنقطه اللي هي 0 ناقص 0، النقطه الثانيه 30 راح تكون عندي، 60 يكونوا نفسهم برا السؤال، بالسؤال الثاني لا. طيب هون شو بتساوي؟ انا كم عندي الدي؟ الدي تساوي 180 حكينا، اللي هي اول او اخر بنش مارك او البنش مارك.
كم السي الكوركشن هي عباره عن الدي على 180 ضرب الكلوجر ايرور. كم الكلوجر ايرور؟ 0.03. تمام. شو بعمل؟ القانون الثاني بدها تكون بدل دقيقة بس في ايرور بالارقام مش مشكلة دقيقة. هسه الكلوجر ايرور او السي كوركشن فاكتور عبارة عن ايش؟ الدي سمول تمام على كابيتال اللي هي 180 مضروبة في 0.03 صفر. طيب والثانية بدل الصفر بدل هاي بحط 30 والثالثة وهكذا وهكذا. طيب هاي الثانية شو بدها تكون عندي؟ 30 على دي كابيتال اللي هي 180 مضروبة في الكلوجر ايرور. هاي شايف الثالثة طبعا الكلوجر ايرور بيهمني اذا موجب او سالب. الثالثة بدها تكون عندي 60 على 180 ضرب 0.03 وهكذا. بضل اكمل بكمل معي. هسه شو الكوركتد بدها تكون؟ عبارة عن القيمة الصحيحة زائد القيمة هاي هاي زائد هاي هاي زائد هاي وهكذا. طبعا بدك تكمل، المفروض انا اكمل معي بس قول اكسل فكرة انه هاي لازم ياخذها 180 هاي باخذها 180 انه سحبهم. تمام، بتطلع معي هاي الارقام، فبالتالي هذول الارقام شو بساوي؟ بحصل جمعهم فبتطلع معي الارقام هيها. لاحظ اخر قيمة طلعت معك 98.49 وهي نفسها نفس البنش مارك نفس البنش مارك اللي اعطاك اياه بالسؤال، معناته حلك صح خلص. انت هون قراءات ضبطها. يعني الفكرة انه انا الدي كابيتال المسافة بين البنش مارك والدي سمول المسافة بين اول بنش مارك والنقطة. خلينا نشوف المثال الثاني عليه. ها بروبلم 2 بقول لك ان اكزامبل 3 اذا لاست بوينت بنش مارك وذ اليفيشن 48.42 بنش مارك اليفيشن لاخر نقطة 48.42. شو الاكزامبل؟ اكزامبل 3 نرجع على اكزامبل 3 اكزامبل 3 احنا خلص بهمنا الجدول النهائي الاليفيشن. اول بنش مارك اعطاك اياها هي 48 فهون هسه الجدول راح يتغير عندك. شوف الجدول كده يوصل عندك. نحط الاليفيشن للنقاط، فنحط الاليفيشن للنقاط. كم نقطة عندي انا؟ 7 نقاط. عندي النقاط 48.9 48.46 42.51. حتى الديستانس، الديستانس حكينا هي المسافة بين أول بنش مارك وآخر بنش مارك. أنا بتهمني شيء ترى، بتهمني الدي هاي مسافة بين أول بنش مارك وآخر بنش مارك كديش 120 ناقص 40 يعني كم؟ 80. المسافة بين أول بنش مارك وآخر بنش مارك دائما بدي سمول المسافة بين أول نقطة وأول بنش مارك يعني كم هاي بتكون؟ قديش المسافة بين النقطة؟ هاي النقطة قديش بتبعد؟ 20 ناقص صح؟ يعني هاي الديستانس 20 بين 60 120 تمام؟ الدي سمول المسافة بين النقطة والبنش مارك، أول بنش مارك، قديش أول بنش مارك المسافة بين هاي وهاي كم؟ 40 وهاي 20 وهاي 0 وهاي 20 40 60 80 فلاحظ 80 ناقص 0 هي 80. لاحظ هاي انا معي المعطيات، هيك صفت معي المعطيات. هسه الكلوجر ايرور طلع لي، احسب الكلوجر ايرور قديش اخر نقطة انا معي 48.51 قديش البنش مارك عندي 48.42 بطرحهم من بعض. هذا الايرور الكلوجر ايرور شو بيساوي؟ بيساوي 48.42 ناقص القيمة اللي انا طلعتها
أما سالب 0.09 فأنا بغير هون، بتصير عندي سالب 0.09، وكذلك هون، كذلك هون، كذلك هون، كذلك هون، كذلك هون، كذلك هون. فإذا بتلاحظ آخر قيمة طلعت معي 48.42، هي نفسها آخر بنش مارك، فالحل صحيح. يلا خلينا نشوف إذا الجدول طلع معي نفس الجدول التوتية ولا لا. يلا هذا أول شيء ما قرنت من اللاو بالكلوجر، ليش؟ إنه هو قال لي افرض إن القراءات مقبولة، لو يعني أنا مفروض أشيك. قلت موضوع الميزان، موضوع الميزان هي 4، الأريا 1، الأكيوريسي اللي هي الدقة، طلعت الإرور سالب 0.09، اللاو بالكلوجر طلع أكبر معن أقل، فمعناته إيش؟ بهمل الإشارة، معناته القراءات غير مقبولة، المفروض أعيد الشغل، بس إحنا افرض إنها مقبولة، بتطبق القانون. شوف الديستانس، الجدول اللي أنا عملته الديستانس، شايف زي ما هم بظلوا 0 20 40 60 80 120، الدي اسمه المسافة بين أول بنش مارك والنقطة، هاي أول بنش مارك عندي اللي هي النقطة 3، صفر هاي كم؟ قديش المسافة بينهم؟ 40 20، هيهم. والإرور اللي هي أو الكوركشن سمول، هيها عادي كابيتال، كم دي كابيتال؟ 8، 120 ناقص 40، يعني دي كابيتال المسافة بين البنش مارك. أنا طبعا خلص الموضوع هذا فعليا. طبعا راح تيجي تسألني هون، لو أنا جيت على الكلوز ليفلينج هذا أو الريفرس كله نفس الشيء، قديش المسافة بين أول بنش مارك وآخر بنش مارك؟ راح تيجي تحكي لي زيرو، ما فيش مسافة بينهم. لك طب كيف دعمل كوركشن؟ معناته في تريك. شو التريك؟ خذها قاعدة، خذها قاعدة، انت المسافة اللي فعليا المسافة اللي انت مشيتها، المسافة بين اول نقطة واخر نقطة، يعني انت المسافة راح تكون عندك مثلا افرض هاي 20. السؤال جانب الامتحان بصراحة وانا سنفور، يعني السؤال بالضبط هيك. مية وستين، مية وثمانين، ميتين، 220. على فرض انه المسافة بين كل نقطة ونقطة 20 متر، مشيت المسافة دي كابيتال راح تكون عندي 220. المسافة دي كابيتال راح تكون عبارة عن 220 مش زيرو، يعني دي كابيتال المسافة بين أول بنش مارك وآخر بنش مارك، المسافة اللي أنا كل المسار اللي أنا مشيته، كل المسار اللي أنا مشيته اللي هي 220 دي كابيتال. كم دي سمول؟ دي سمول المسافة بين البنش مارك اللي معي والنقاط، يعني هون 20، هون 40، هون 60، هون 80، هون 100، وعند آخر نقطة تكون 220، وعادي بطبق الإرور، بتحسب الإرور الفرق بين آخر قراءتين وخلاص. تمام. راح نوقف هذا الفيديو لهون، وبضل علينا آخر 2 إرور إن شاء الله نشرحهم فيديو لحال. طبعا في هون بروبلم، يعني أنا بروبلم 2، هاي بروبلم 2 اللي حليناها على السريع المرة الماضية. قال لي إذا الإليفيشن اللاست بوينت بنش مارك 30.51، طب أنا كم هون شو كانت عندي البنش مارك الأولى؟ بروبلم 2 للفيرست بوينت، يعني هذا زي السؤال اللي حليناه أول شيء. تمام، إن شاء الله الفيديو الجاي راح نحلل. يعطيكم ألف عافية.